جمعت هذه المناسبة كبار المسؤولين في الدولة وقيادات من ضباط الجيش وإداريين وطبقات السياسية وناشطين في جمعيات وتنظيمات المجتمع المدني وبعض الدبلوماسيين المعتمدين لدى تشاد لتلبية دعوة سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى البلاد للاحتفال بالذكرى 242 للعيد الوطني للولايات المتحدة. وقد مثلت الحكومة التشادية رسميا أمينة الدولة في الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي والمغتربين أشتى صالح دمان، حيث بدأ الحفل بالمراسم التقليدية المعمول بها في مثل هذه المناسبات، كما عزف النشيدين الوطنيين التشادي والأمريكي. وعقب ذلك قدمت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى البلاد سعادة جيتا باسي خطابا أشارت فيه إلى عمق العلاقة بين البلدين والدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة من أجل التنمية في مختلف المجالات. Certains pourraient se demander pour quelle raison nous effectuons des investissements aussi importants au Tchad et dans d'autres pays d'Afrique. قد يتساءل البعض لماذا نحن نقوم بإنجازات ضخمة في تشاد والدول الأفريقية الأخرى؟ أرد بالقول أن أمين الدولة الجديد المكلف بالشؤون الأفريقية تيبور ناغي أثناء اعتماده من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي قال بأن أفريقيا تعتبر ملتقا تاريخيا والوجهة التي يمكن أن يكون لها تأثيرا لمستقبلها وأيضا لرفاهية العالم المتبقي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد من أكبر المانحين لدعم المجال الإنساني في تشاد، حيث قمنا بوضع برامج لإعادة البناء من أجل تحسين وسائل الحياة من خلال توفير الرعاية الصحية والحصول على المياه الصالحة للشرب للاجئين والنازحين في حوض بحيرة تشاد، كما قمنا بتشييد صهريج للمياه في مدينة فيالارجو، ونعمل مع الحكومة لتشخيص فرص أخرى لتحسين حياة التشاديين، وندعم جهود الحكومة من أجل الحد من الشلل والغطاء على الدودة الغينية. هذه المناسبة كانت فرصة لبعض الشخصيات للتعارف والتبادل على رحاب سفارة الولايات المتحدة هنا في إنجمينة داخل هذا المبنى العملاق الذي يعتبر رمزا قويا للود الذي تكنه الحكومة الأمريكية للشعب التشادي.